السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى الغالي، اتفضل، الله يحفظكم. كل سنة حضرتك طيب، وانت عايز بخير، تطول في عمرك، يحفظك لينا يا رب. وانت طيب، اتفضل. الله يبارك فيك. بعد اذن حضرتك شيخ مصطفى، هل يجوز ان انا اقرا القران بدون مس مصحف، بدون وضوء؟ اسف. يجوز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. يعني يجوز ان انا امس المصحف بدون وضوء؟ هذا اختياري، لأن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر سنده ضعيف مرسل، والآية في الكتاب المكنون اللوح المحفوظ والمطهر والملائكة.